بعدين احنا استاذ ليث قمنا نسرب من مبكر بوقت مبكر على الانتخابات. لا ها، في احدى المرات مجلس وزراء قاعد زين مسوين بيان يردون يردون بيه على الكويت زين، فواحد من الوزراء لا هاي العباره ترى قويه شويه خلينا نشيلها، الثاني يقول له هاي والله هم شويه مو مناسبه، الثالث كم كذا عفوها. ثاني يوم يجي تليفون من الكويت يعاتب بويتم ليش يسوون علينا هيك بيانات وكذا وهذه عجيب، والبيان ما صدر، والبيان ما صدر لان فشلوه، فشلوه بالجلسه فشلوه، والكويت تعاتبنا على بيان لم يصدر، لم يصدر. هذا مو اشيله منا، من ياخته واطلع هذا وزير هذا اللي ها مخبر هذا، هذا هذا اكبر خطر، اكبر خطر. وهسه هاي صايره تايهه مالت المواني ومالت النفوذ ومالت حقل الدره ومالت حقل هذا اللي شو يسمونه الثاني اللي قاعد هسه قاعد يشتغلون به الله يطول عمرهم ان شاء الله، ولا من شخص يقولهم اوقف. والنتيجه، النتيجه يم الباري سبحانه وتعالى ماكو غيره، الامر متروك للسماء. اي زين،